طلعنا أول شيء بالباصات ومشينا لما قطعنا حواجز شبابنا بالصواغية استلمونا الهلال الأحمر بعدين المسلحين. هلا المسلحين عملونا يعني كتير سيء على الطريق، صاروا يعملونا حركات بذيئة طبعا مثل مستوياتهم. بعدين أخبرنا من الشباب لما وصلنا لمعبر راموسي، أخبرنا من الشباب أنه طاحشين عليهم بالسيارات وضربين عليهم بالبواريد على الإزاز. طبعا المسلحين لما شو صار اليوم بالراشدين؟ والله اللي صار مجزرة، يعني جريمة، يعني مستحيل واحد يتقبل العقل. أول شغلة بدي أحكي شغلة قبل المجزرة صارت، جابوا المسلحين كان كيس بطاطا، ونحن طبعا بنعرف نحن أطفالنا محرومة هالشيء صار لها سنتين ما ضيعته. جابوا كيس بطاطا وصاروا يفتحوها ويرشوا الحبات على الأرض ويقولوا للأولاد تعالوا كلوا ويصوروا. أولادنا طبعا يعني صغيرة، يعني ثلاث سنين وأربع سنين ما بيعرفوا إنه هذا زل. ركضوا صاروا ياكلوا صوروهم أول شيء هيك، بعد شوي ما اكتفوا بهالعملية هاي طبعا، جابوا باص مليان كيس بطاطا كبيرة وصاروا يدعوا الأولاد. حاولوا يجمعوا أكبر عدد من الأطفال حوالي هذا البيكاب، وبعدين ما سمعنا غير صوت انفجار كتير كتير كبير، وهالعالم كله نحن أول شيء عن جد ما استوعبنا أبدا إنه هذا الشيء صار. ايه ولا يعني استوى، يعني اطفال كثير كثير تدمرت، اطفال كثير كثير انصابت. هلا في اطفال، انا ابن خالتي ما بنعرف عنه شيء ابدا، ما بنعرف اذا هو شهيد بين الشهداء ولا هو بين الجرحى. بين الجرحى هذا الشيء. الحمد لله على سلامتك، الله يسلمك يعني يا رب. يعني هذه ايضا ليمونة رواية جديدة يعني تتحدث عن هذه المعاناة، عن هذا الارهاب.